رحت له بالحصه مشيت بالاجراءات، قلت له شنو استاذ ليش مقطوعه؟ قال لي مقطوعه من العامه. رحت للعامه طلع مسجل شركه عامه بس. شاب تقدم بالتعيين لاحدى الشركات سنه 2014، قام بتسليم مستمسكاته حتى يعينوه. لم يتم تعيينه، بعد 4 سنوات فوجئ بقطع الحصه التموينيه. طبعا احنا يعني ما نعرف ان هو يعني تعيين على ملاك الدوله او ربما في مؤسسات خاصه. اضطر الشاب انه يراجع يشوف موضوع البطاقه التموينيه، تبين انه تم تسجيل شركه باسمه وهو مطلوب 4 مليارات دولار كضرائب، علما انه هذا الشخص يعمل سائق تاكسي وليس له اي شركه او مشروع. خلونا نشوف. استاذ بال 2014 اخذنا قرابه زوجتي على تعيين على شركات الامنيه على المصارف. قدمنا فايلاتنا وقالوا شهر 20 يوم خابركم تجون تباشرون. مشينا كل من خابرهم بعد وبعد، عبرت سنه سنتين بال 2018 انقطعت الحصه مالتي ما تمنيه انا بطاقه واحده. مشيت بالاجراءات، رحت له بالحصه مشيت بالاجراءات، قلت له شنو استاذ ليش مقطوعه؟ قال لي مقطوعه من العامه. رحت للعامه طلع مسجل شركه عامه باسمه. راجعت مدير مسجل الشركات، لقيت اسم حاسب هناك طلع مسجل شركه عامه باسمي. طبيت على مدير عام، دز على الاضباره مالتي، فتحها كلها مسجل شركه عامه باسمي. وفتح الاضباره قال لي هاي شركه عامه انت ما تدري بيها؟ قلت له استاذ انا سايق تاكسي، انا ما اعرف بهاي السوالف، انت ما اعرف شنو شركه وما اعرف. قال هاي شركه باسمك وهاي اضباره كامله باسمك وانت مالك جميع الاسم. بهالاثناء يقلب بالاضباره شاف المحاميه اللي مؤسسه الشركه، قال لها بالباب الحمايه مالته، قال لها تعرف المحاميه؟ قال لها نعم استاذ موجوده. قال دزوا عليها، طاح الاضباره، قال اريد مهند طلال اللي انا. باعت على الاضباره، قلت له انا ما اعرف هذا. بال 2016 شخصين جابوا له مستمسكاته واسسنا له شركه بدون لا عندي وكاله من عنده ولا شيء. المهم بالاثناء انا قمت دعوه، قال لي قمت دعوه ومشيت بالاجراءات، وصلت المعامله للضريبه. دقيت اسمي حاسبه بالضبط، طلع مطلوب انا 4 مليارات دولار. وخليت محامي وقاعد يمشي بالاجراءات، وهجموا بيتي والله، وما ما اعرف شلون اتصرف، ما اعرف يعني قاعد اخاب مسجل شركات يهددون يسحب الدعوه، يقول تخلي اذا تخلي محامي احنا نخلي 10، تخلي تعطي مليون محامي احنا نعطي 10 مليارات. يعني عوف الدعوه واسحب الدعوه، لا تشتكي ولا تجيب طارق قانون. قمنا دعوه على المصرف، دز له بتباليغ ولا يجي ولا يوصل. يعني من نص الموظفين مسجل شركات نصهم متعاونين بهاي الشغله، وبالضرائب وبنك المركز راح تقم الدعوه وما حد دار لبال بالمسجل الشركات. يعني ما شغله ما اعرف شنو هي، يعني ما اعرف شو اقول لك صعبان. والله انا اطلب من السيد رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظم، يعني انت يا ابو الانسانيه، انت اللي تحل المشاكل، انت تحل المشاكل. انا طلعت هوايه، يعني لا دزيت علي لا شفت شنو مشكلتي، يعني ما اتحملهم انا ذول بعد. يعني هي تالي لو انكتل لو انتحر، واحده من عندهم. يعني من له ما شايف بحياتي، يعني يجون يم بيتنا سيارات مضلله ويفترون ويطلعون ويدورون علي، وانا حتى لحد الان انا طالع من بيت اهلي وقاعد ايجاراني، وما حتى مكان ما لحد الان ما حد يدله. وقال اطلع شغل ايجار ما دبره، يعني دمروني حياتي، دمروها هذول بشكل. يعني من 2018 لهاي الساعه انا كل شيء ما محصل.